يزداد غموضا. ففي مقابل التكتم السياسي الشديد على سير المفاوضات، علمت الـ LBCI أن ثمة مبادرة جديدة بدأتها الدولة اللبنانية مساء الاثنين مع السلطات التركية لوضع الأمور في نصابها الصحيح. يأتي ذلك بعدما كان الأمين العام لحزب الأحرار السوري الشيخ إبراهيم الزعبي قد أعلن أنه أنهى مهمته كوسيط في عملية الإفراج عن اللبنانيين المخطوفين في سوريا من قبل مجموعة باتت معروفة لدى الحكومتين اللبنانية والتركية بحسب بيان للحزب. وأضاف أن من الأسباب عدم مهنية الحكومة اللبنانية في معالجة الملف، موضحا أن أهم أسباب فشل عملية الإفراج تصريحات السيد حسن نصر الله التي اعتبر فيها أن عودة المخطوفين نصرا له وشكره لرئيس الأسد ما أدى إلى إفشال ما قمنا به من وساطة ومتابعة جبارة للرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر، بحسب تعبير الشيخ الزعبي الذي أكد في اتصال مع الـ LBCI أنه لن يعود للوساطة. مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي روى للـ LBCI في اتصال هاتفي كيفية حصولها على صورة لأحد المخطوفين من خلال سكايب، ومن المرجح أن تكون لعباس شعيب، فشرح كيف كان يتواصل مع الجهة الخاطفة ثم مع أحد ضباط الجيش السوري الحر، كاشفا أنه سلم الصورة إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة. وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور طلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في اتصال هاتفي معه تدخل الجامعة في إنهاء أزمة المخطوفين اللبنانيين في سوريا. هذا والتقى منصور السفير الإيراني غدا في الركن. أمنيا، وقع إشكال مساء الاثنين في منطقة الكارنتينا بين شبان لبنانيين وأفراد من عرب المسلخ، تطور إلى تعارك استخدمت فيه السكاكين ما أدى لوقوع 3 جرحى جروحهم طفيفة، نقلوا إلى مستشفيات المنطقة. وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية وفرضت طوقا في المكان وعملت على إعادة الأمور إلى طبيعتها. ماذا حصل في إخراج بلدة كفركوك في قضاء رشية وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر وأسر ثالث؟ الخطف الذي يتعرض له السوريون في كل من السويداء ودرعا استحوذ على متابعة من الفعاليات الدرزية، فقد دان النائب وليد جنبلاط أعمال الخطف والخطف المضاد من أي جهة أدت، داعيا إلى إعادة تسليم المختطفين واستعادة الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار للعنف لما في ذلك من انعكاسات سلبية قد تسب في خدمة النظام. إلى ذلك دعت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز والمجلس المذهبي أهالي جبل العرب ودرعا وحوران أن يدركوا خطورة المرحلة. وفي بيان دعا المجتمعون إلى منع تسلل الفتنة ودعم علاقات الأخوة والتعاضد بين السوريين في مواجهة ما يحاك من دسائس. الثلاثاء، في وقت لا تزال مجزرة الحولة محط المواقف، فقد اتهمت وزارة الخارجية السورية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم المجموعات الإرهابية المسلحة بارتكاب المجازر في الحولة، مؤكدة عزمها على العثور على المجرمين قتلة الأطفال وتقديمهم للمحاكمة. ما هي خريطة الفصائل السورية المعارضة؟ مزيد من الأخبار بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الرئيس سليمان يوجه دعوات لانعقاد الحوار في 11 من حزيران المقبل. يقيمون في مؤسسة كهرباء لبنان يصعدون تحركاتهم ويقطعون طريق أمام مقر المؤسسة في مرمخيل، والوزير باسيل يرد عليهم. بلدة بشري ودعت شرب الرحمي الذي قتل عند حاجز للجيش في المدفون. في حادث مفجع في قطر قتل 19 شخصا بينهم 13 طفلا إثر حريق اندلع في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية ترسو على شفيق ومرسي، ومساء اليوم أحرق متظاهرون المقر الرئيسي لحملة شفيق في القاهرة. بوادر إيجابية على خط المصالحة الفلسطينية تنير أفق نفق غزة المظلم، فهل يكون عمل اللجنة المركزية للانتخابات أول الغيث؟ ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني lbci.com وتواصلوا معنا عبر المواقع التالية تويتر، فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء.